فكرة أهل المحبة دي أنا شغال عليها من زمان قوي، يعني شغال عليها من سنتين ونص تقريبا يعني. وكان اسمه حاجة تانية، كان اسمه جرب تلونها. مبدئيا اخترنا اسم أهل المحبة علشان احنا مش موافقين ان انا لما بساعد حد او انتي لما بتساعدي حد انه ده انتي بتمني عليه او انتي بتتفضلي عليه او انتي بتعملي حاجة، يعني لا دي مش الحقيقة. الحقيقة ان كل فرد ليه دور في مجتمعه هو المفروض انه يعمله، هو ملزم انه يعمله، هو مش اوبشن ان انتي تعملي او ما تعمليش. احنا قصدنا بالمحبة انه نبعد عن كلمة خير، نبعد عن كلمة ثواب، نبعد عن كلمة بكرة وبعده. وإحنا شايفين إنه الخير أو مساعدة الآخر هو المفروض يتعامل محبة، المفروض يتعامل علشان أنتي حابة اللي حواليكي يكون أحسن، الواقع اللي أنتي عايشاه يكون أحسن، أنتي حابة إن محدش يبقى عنده مشاكل معينة ليها علاقة ببدائيات الحياة الإنسانية. فدي كلمة محبة. أهل المحبة هم الشباب المصري الجميل اللي زي الورد المتطوع اللي معانا. أهل المحبة هم الشركات والمعلنين اللي بيدونا سواء social responsibility budget من عندهم علشان نقدر نعمل حاجات، يعني نحقق حاجات، أو المعلنين اللي بيدونا products من بتاعتهم عشان نستخدمها في الحاجات اللي احنا بنعملها، أو المشاهد اللي بيتفرج علينا وبيتفاعل معنا وبيبعت لنا مسج عشان يتبرع عشان يغير أو يحسن حاجة في حياة حد. أهل المحبة هو التيم اللي شغال على البرنامج لحد دلوقتي كل يوم وبيتعبوا جدا وبيبذلوا مجهود. أهل المحبة القناة اللي ادت لنا المساحة دي من الهواء واللي دفعت الكوست ده. أهل المحبة هم أي حد بيعمل أي حاجة عشان يقلل معاناة الآخر أو عشان يقدم حاجة كويسة للآخر تفيد حد تاني. أهل المحبة احنا أول سيجمنت هي إكستريم ميك أوفر. بنعمل إكستريم ميك أوفر لأماكن خدمية، مستشفيات حالتها غير أدمية، مدارس حالتها يعني ما تستحملش ان هي يبقى فيها طلبة بيدرسوا، بيوت في ناس عايشة في أكشاك من الصفيح في مصر. فما افتكرش ان احنا يعني ينفع نبقى احنا مبسوطين بأي حاجة كويسة عندنا واحنا شايفين يعني ناس عايشة كده. يعني دور أيتام، دور مسنين، الأماكن دي احنا بندخلها بنعمل لها إكستريم ميك أوفر، بنحولها لأماكن تانية خالص أحلى بكتير وأنسب بكتير. دايما المكان اللي بنعمل فيه الميك اوفر بتاعنا بيبقى معانا باند مزيكا وبيلعب مزيكا مع الناس وبيحتفل مع الناس. احنا بعاد تماما عن الكآبة، احنا بعاد تماما عن المتاجرة، احنا بعاد تماما عن كل الحاجات السوداوية دي. السيجمنت التانية دايما عندنا سيلبرتي، نجم مصري او غير مصري، لان احنا برنامجنا مش واقف على ولا جنسية ولا دين ولا يعني العرق ولا الدين ولا لون ولا الكلام ده خالص، احنا رايحين للإنسان ايا كان مكانه. يعني دايما بيكون عندنا نجم، النجم ده بيكون متبني كوز معينة، يعني مثلا خالد الصاوي فيروسي، مثلا محمد رمضان انا اقوى من المخدرات، بس مش بالشكل ده، احنا عاملينها شويه مور كرييتيف. يعني دايما عندنا نجم متبني حاجه معينه، قضيه معينه، دايما بيطلب من جمهوره اللي عنده وقت يتطوع معاه، اللي عنده فلوس يتبرع علشان نحل المشكله دي. الفقره الثالثه، حد مننا من حياتنا من حوالينا، مواطن عادي جدا ظروف حياته ممكن تبقى صعبه قوي، حد غيره كان ممكن يحبط لما تبقى دي حياته، بس الشخصية الانسبايرنج اللي معانا دايما هي شخصية عندها إصرار وعندها إرادة ومصرة على اللي هي عايزاه وبتعرف توصل له ازاي. بنشوف حاجة سينيماتيك كده عن الشخصية دي وحياتها. الشخصية دي بتبقى معانا في الاستوديو، بنبتدي نتكلم معاها وبعدين بنفاجئها ان احنا حققنا لها حاجة من احلام حياتها. الفقرة الرابعة دايما بنعمل تغطية لكل الفعاليات الإيجابية اللي حصلت طول الأسبوع، يعني الشباب اللي نزلوا رمموا شارع الخليفة، البنات اللي نزلوا عملوا مش عارف إيه فين، الشباب اللي نزلوا أكلوا الكلاب كلها في الشارع منطقة مش عارف إيه، الناس ده مشروع السعادة اللي راح دهن بيوت قرية إيه، الحاجات اللي زي دي. ودايما عندنا حد موهوب جدا أو متفوق جدا في حاجة، خصوصا أطفال،
بنقدم لهم زي بعثات تعليمية في الخارج، أو حد موهوب قوي في حاجة ونفسه يدرسها ومش قادر، ظروفه مش سامحة له يعمل ده، بنقدر نساعده إن هو يدرس الحاجة اللي هو بيحبها في